أول حاجة حبيت أشكركم كاملين والله من القلب، وهذا الكلام خارج والله من قلبي. شكرا لكم، شكرا لوقتكم معاي، شكرا لكل الناس اللي حبيتنا وحبيت العائلة ديالي. أنا نقولها بالمغربية بس كل شيء يفهم. باقي غير نقول لكم واحد الحاجة جدا مهمة، أنا خذيت القرار أن أسد الحساب ديالي لأن بغيت شوية نرتاح. حساب الانستغرام وليس القناة، القناة مثل ما قلت لكم كان غير عليها شوية تجديدات، لأن بفضلكم الحمد لله رب العالمين القناة طلعت ودرنا أبغريد لها، ففي تحت الصيانة، فكل الفيديوهات اللي عندنا ما كانش ديال ملكتي بوحدها، را كانوا عندي فنانين بزاف موجودين بالشانل وهم كلياتهم قدروا وتفهموا الموضوع. فإن شاء الله في أقل من 48 ساعة غادي ترجع لكم القناة في فيديوهاتها اللي كانت محتوياتها اللي موجودة فيها. أشكر جميع الفانز اللي كلهم كانوا ما مثل ما كيقولوا كيعطوك شوية الأمل شوية الحياة، بس مع الأسف مثل ما قلت لكم أصابع اليد ما هي بسوا، كاينين شي ناس تهم الله يهدي النفوس إن شاء الله، لأنه هذاك الشيء اللي الإنسان اللي كيخرج منه كيخرج منه على حسب التربية دياله. فالإنسان اللي تربى مزيان وتربى صالح الحمد لله رب العالمين، ربنا علمه أنه يكون إنسان مزيان، ولا الإنسان اللي تربى في بيئة مش هي هذيك الله يحسن عوانه. شكرا لكم كاملين مرة ثانية، هذا يمكن آخر لايف راح يكون موجود. ذكريات جميلة كانت بزاف عندي في الانستغرام، لحظات جميلة كنت مع الأولاد ديالي مع الزوجة ديالي مع شاركنا فيها فرح شاركنا فيها حزن شاركنا فيها بزاف ديال الأمور. صعيبة علي شوية بس أنا أفضل أنه تكون موجودة، لأنه الفترة هذه الفترة شوية انتقالية والواحد خاصه شوية يكون هادي. شكرا للشعب المغربي كامل على رأسهم طبعا سيدنا وسيد الكل جلالة الملك، شعب الحضارة، بلادي الغالية مملكة البحرين، وعلى رأسهم طبعا الملك حمد الله يطول بعمره. ناس حافظوا على بلادهم، كبروا فيها، داروا فيها الازدهار، فتحوا فيها الحضارات، أعطوا الحريات للشعب. بس مع الأسف عندنا الشعب مثل ما قلت لكم كان شوية ما هو بذكي، في ناس عرفت تستعمل الأشياء اللي ذكائها، وفي ناس استعملتها لسبب الفتنة وأمور كثيرة. إحنا ما نبي ندخل في هذه التفاصيل سامحوني إذا أنا في يوم من الأيام بدر مني شي حاجة، أوكي؟ سامحوني إذا كنت أنا ضيف ثقيل، سامحوني أنا مثل ما كنشوف بعض التعليقات إنه إنسان كنت خايب، إنسان دمرت ملكتي الفنانة دنيا. أنا بالعكس أنا حاولت اللي أقدر عليه وأكثر من اللي أقدر عليه، والحمد لله رب العالمين. هي عندها صوت جبار ساعدها ووقف معها، أنا كنت غير سند موجود. تحية خاصة لكل الناس اللي كانوا قرابين علي، العائلة ديالها، العائلة ديالي. سمحوني إذا كنت أنا أغلط في حق أي واحد فيكم، إن كان غلط مباشر ولا غلط غير مباشر. رضا الوالدين هو كل شيء، رضا الوالدين هو أهم من كل شيء، رضا الوالدين هو اللي يدخلك الجنة ويطلعك من الجنة، والجنة تحت أقدام الأمهات. كل الناس اللي عندهم أمهاتهم الله يخلي عليهم، واللي أمه توفت الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. الأب هو سند، الأب شي حاجة عظيمة، شي حاجة عظيمة بزاف. هو اللي كيعرف يربي وليداته، هو اللي كيعرف يخرجهم
للمجتمع بالصورة اللي هو بغاها. أنا يمكن ما كنتش الأب المثالي جدا بحكم الظروف اللي أنا مريت فيها. أنا طول عمري كان عاني من ظروف، أوكي، في الآخر أنا دائما اللي أطلع عن الخايب. شي حاجة عادي تعودت عليها، أنا ما عنديش مش حاجة أندم عليها، الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام كله يعني شي حاجة كتخرج عفوية. الناس انتم كلكم طلبتوا مني انه اخرج لكم، خرجت لكم. انا اليوم حبيت اشكر حتى الاستاذ فهد الهاشمي الاعلامي على الريبورتاج اللي كانوا دايرينه، في بعض الصور والفيديوهات اللي كانت موجودة من اروع اللحظات اللي كانت في الحياة. اوكي، ثمار الحب دائما هم الوليدات. الله يخلي لكم وليداتكم كاملين، الله ان شاء الله يا رب تشوفوهم ديما في اعلى المناصب. اعتقد ان هذا اخر كلمه اقدر اقولها لكم، ان مثل ما انا كنت عزيز عليكم ولا كنت خايب عليكم، انتم كنتوا كلكم عزازين علي، الخايب والزوين. الخايب كان كيعطيني شيء دوافع للحياه، والزوين كان كيعطيني قوه. اوكي، الانسان اللي ينام على المخدة دياله ويوكل أمره لله ويقول جيش كلمات حسبي الله ونعم الوكيل ووكلت أمري لله، حسبي الله ونعم الوكيل ووكلت أمري لله، ربنا في النهاية غادي ينصره، غادي ينصره. الله حليم رحيم كريم، هو اللي أعرف وشايف شنو هو في الخير. الخير فيما اختاره الله، وأنا شفت أنه الخير أنه أبعد عن السوشيال ميديا للأبد أو لفترة طويلة، ما عرفت، إن شاء الله نشوف على كيف إيش الظروف تكون، علشان أعرف أنا أبني أشياء كثيرة من أول وجديد، أشياء يمكن كنت أنا بغض النظر عنها. ما بغيتش نطول عليكم، مبغيتش نطول عليكم. أنا غير غنحاول نقول ما كاين أي حاجة من اللي في راسكم، ما كاين أي حاجة في اللي في راسكم. كل إنسان لازم تحترم أنت القرار دياله، كان والأخص إذا كان قريب منك خاصك أنت ديما تحترم القرار دياله. يمكن أنت في لحظة عصبية، لحظة غضب، تقول أي حاجة، بس الواحد في النهاية لازم يحترم القرارات اللي مفروض تكون. الأيام الجاية إن شاء الله تكون أيام فرح لكم كاملين، أيام إن شاء الله كلها سعادة. اللي بغيت غير تبقى الذكرى الطيبة، ما بغيت أنا والو، أنا بغيت غير الناس اللي تبقى غير الذكرى الطيبة. حاولت أن ندير لكم مثلا مساعدات غير مباشرة في هذا، لأن الناس اللي كانوا محتاجين الحمد لله رب العالمين، هذا بيني وبين الله. سامحوني أنا راح أغيب عنكم، أوكي، بس تأكدوا دائما أن الخير فيما اختاره الله، والله ما كينساش عبده، ولا عمره ينسى عبده، ولا راح ينسى عبده. ليلة سعيدة لكم جميعا إن شاء الله. هو أقل من 24 ساعة، أنا حساب شوي فيريفايد وشوية معقد لديسكتيف الكونت كامل. أما مثل ما خبرتكم أرجع أقولكم القناة راح ترجع، القناة موجودة، القناة تقدروا أنتم تشوفوا كل الأعمال اللي كانت. إذا شفتوها منتو كان مثلا عندكم تعليقات عليها أنه كانت شوية مشي بالمستوى هذاك، احنا درنا المجهود ديالنا وأكثر. إذا شفتونا في شي نهار احنا تعطلنا على شي حاجة، تأكدوا أنه العطل ما كانش بيدينا، كان بحكم عندكم اللي هو تكون مثلا الخدمة وتكون أمور كثيرة. ما بغيتش نطول عليكم مرة ثانية، شكرا لكم بزاف، شكرا لكل الناس الطيبة والقلت لكم والخبيثة هم كان أشكرهم. أوكي، السلام عليكم، وسامحوني، وتصبحوا على ألف خير.